وحيده يا مصر، وحيده والواحده عذاب. وحيده ازاي بس؟ انت اللهم صل على النبي اصحابك ومعارفك نص البلد. دي كلها مصالح، لكن الانسان دايما بيحتاج للقلب الحنين اللي يسعده ويهنيه. ربنا كبير. شوف يا ست هانم، طول ما انا جنبك هخليك في منتهى السعاده، ان شاء الله اعمل لك اراجوز حد. انت عظيم يا مرسي، عظيم. ده كله من طيبتك ومن اخلاقك الكريم. بقول لك ايه؟ نعم. ما تيجي نخش جوه احسن. مش كده؟ ما بلاش انا. وبعدين معاك ما تزعلنيش. انا هقول لك، اصل المره اللي فاتت استاذ عباس اللي عندك سالني من البتاع ده، بوظت الدنيا. قعدت ساعه قدام بيتنا ادور على بيتنا. خلينا انا بقى للمناسبات الرسميه. ما هي النهارده مناسبه رسميه جدا. ايه ده؟ خير؟ عيد ميلادي. كلام. طب مش كنت تقولي من الصبح انا هنزل اجيب شويه بسطة؟ لا لا مش مهم، المهم ان احنا مع بعض. صحتك بقى. يلا عقبال 100 سنة. هو الويسكي ده بيتعمل من ايه؟ من عصير البصل. بصل؟ بصل ايه؟ بصل بتاعنا ده؟ بصل. فينك يابا تيجي تسمع؟ مال والدك ومال الويسكي؟ انا هقول لك، اصل هو كان دايما يقول لي البتاع ده حرام، مع ان هو كل اكل ياكلها ياكل جنبها 2 كيلو بصل، تاني بيسكر من وراها. ايوه ايوه بصل، اديله بصل. أنا كنت أعنف مدرس في المدرسة. يا سلام. اللي كلم لي كلمة طيح فيها على طول. مرة الناظر بتاعه. أدي مرسي. أدخل الفصل بدل المدرس اللي ما جاش. قلت له مش داخل يا ناظر. لو إيه؟ قلتها له بعصبية. ها؟ وبعدين؟ ولا حاجة. كلمة مني كلمة منه. رحت ماسك الكرسي ملبسه له في دماغه ونزل ساكت. مرة واحدة؟ أنا ما عنديش ياما ارحميني. وبعدين؟ رحت مفوقه بكوبايه ميه في وشه، ورحت ماسك المكتب بتاعه في واحد ملبسه له. مره واحده برضه؟ لا المره دي على مرتين. جدع يا مرسي. كمل. هو خد المكتب من هنا وراح نازل على الارض، ورحت انا بارك في ايه؟ وفين يوجعك؟ اديله. امال ايه؟ الدنيا اتقلبت. المدرسين اتلموا، والعلم اتلموا، والتلامذة اتلموا. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. جابوا بوليس النجدة. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. جابوا مراته وولاده وبقوا يعيطوا. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. انت كنت واقفه في الخناقه؟ مؤاخذة، هو البصل اللي عندكم خالص ولا ايه؟ لا في. طب ما تجيب لنا بصلايه. حاضر من عينيا. ده بصل اخضر بقى. صح. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. جابوا الامن المركزي. قوم يا مرسي. مفيش مرسي. 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 كان يوم مفيش مرسي. مفيش مرسي. Thank you.
ايه؟ انا قلت حاجه زعلتك؟ الله 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 الله، يا ريتك قلت بس وما حصلش اللي حصل. حصل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. عليك انت اللي بقول عليك انسان طيب، انت اللي كنت بقول عليك صديق مخلص ووفي. حصل ايه؟ سيبتي مفاصلي. امبارح بالليل، ايوه، بعد ما شربت، ايوه، كنا قاعدين بنتكلم في امان الله، لقيتك فجأة بصيت لي. وبعدين معاك يا قمر، ما تيجي جنبي وخلي القعده تحلو. ما عيب يا مرسي. عيب يا مرسي ده ايه؟ ما تخليك صبور ومال تعبان. ها؟ احنا اصحاب يا مرسي. ايه دخل الصحوبيه في المسائل العائليه؟ مرسي ايه؟ مرسي انا عملت كده؟ يا ريت كده وبس. الله، حصل ايه تاني؟ ما سمعتيش عن مرسي ولا ايه؟ ده انا مرسي الجبار اللي مولع نار. لا 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 لا، ده ايه؟ دي مرة واحدة ست قالت لي لا، ذبحتها. نجم جبان، انا ده انا عمري ما ذبحت فرخ. ذبح واحدة ست يقطع البصل وسنين البصل. ايه؟ بصل ايه؟ هو ده جزائي عشان وثقت فيك ودخلتك بيتي. سامحيني، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. مفيش غير انك تصلح غلطتك. اصلح؟ انا اصلح؟ انا اصلح غلطتي؟ اصلح غلطتي بالطريقه اللي تعجبك؟ ده انا كان مسميني في المدرسه ابو رياله. ده انا ابو رياله. خلاص لازم نتجوز. ايه؟ نتجوز. نتجوز؟ ايه؟ هترفض؟ ارفض؟ ارفض ايه؟ ده اللي بتقولي ده حلم عشت فيه ايام الجامعه كلها. كلام ايه ده؟ كلام ايه؟ بدام الحكايه كده بقى، استنى لما اقول لك على اللي في قلبي كله. هتقول ايه؟ انا عشت ايام الجامعه كلها احلم باليوم اللي ايدك تلمس فيه ايدي، انك تكلميني كلمه واحده. بس كنت اعمل ايه؟ كنت فقير غلبان واقف على ارض بتتهز بيا، وانت فوق في السماء مليون نفر احسن مني يتمنوا يوصلوا لك. مرسي. مفيش مرسي، الخيره فيما اختاره الله. طب خلي شويه لبعدين. مفيش بعدين، يلا قدام السكات. على فين؟ على فين؟ هصلح غلطتي عشان ارضي ضميري. وقبل ما ترجعي في كلامك. مبروك يا عروسه، مبروك يا عريس. تسلم ايدك يا استاذ. العفو يا ابني، بس لازم نختار الزوجه الاولى باعلان رسمي على يد محضر. استنى استنى، بقول لك هيختار الزوجه الاولى لازم يعمل الحكايه دي يا استاذ. القانون الجديد كده. على كل يا استاذ، تختار ما تختارش، المهم ان هم اتجوزوا خلاص. يلا على رايك عباس. على بركه الله، الرفاء والبنين. حكايه البنين دي هي اللي مش هتحصل. قلت ايه يا حبيبي؟ ها؟ لا بقول يعني كل شيء بامر الله. انا مؤمن قوي بالاسم ونصيب. استاذن. عن اذنكم اوصل الاستاذ في سكتي، يمكن الاقي عريس زي القمر زي الاستاذ مرسي كده. مفيش، اصل انا نوع منقرض نادر، اخر واحد خليته سلوى. كده عن اذنكم. مش انا اخر واحد خدتيه؟ اجهز العشاء للعرايس. عشاء؟ عشاء ايه؟ ده وقت عشاء؟ والنهارده برضه في مكان للعشاء؟ لو ورانا حاجات مهمه مهمه يا عباس، اهم من العشاء. اه يا شقي انت يا شقي. لا 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 لا، انا بتكسف من الحاجات دي، حتى شوف العرق بينط من راسي. طب انسحب انت في هدوء بدل ما ينط من حته تانيه ويوسخ السجاده. مش نخش جوه في الدافع احسن؟ وبعدين معاك، مش احنا كنا مع بعض امبارح؟ بس امبارح كان البصل عامل عمايله، النهارده بقى انا رايق قوي وفايق قوي بقى. نفسي اشيلك على ايدي وامشي بيكي زي انور وجدي وليلى مراد في فيلم حكايه حب بتاع عبد الحليم حافظ. طب ما تشيل. يا ريت القدرات الصحيه ما تقدرش.
انا هنام هنا وانت هتنام في الاوضه الثانيه. وبعدين؟ بس خلاص. بس خلاص ازاي؟ امال ال الايه؟ الجواز يعني؟